اهلا بالاستاذ محمد وزي، مدير مدرسه الشيخ ماء العينين بالثلاثاء الاخصاص. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. الا ممكن واحد التعريف على هذه المنطقه ديال الاخصاص؟ اولا كنشكر لاله مجده على جميع الاشياء التي قمت بها وتقومين بها. نعم. الناس ديال الاخصاص وخصوصا الطلاب ديال المؤسسه فيما يخص الاخصاص، يقال او انه انطلاقا من الخص، انها كانت في الاول المنشاه ديالها عباره عن مجموعه من اخصاص، خص وخص هو بحال نوع من كوخ صغير مبني بالحجر والطوب وفوق منه السدر، وهذا هو المنطلق ديال الاخصاص. والاخصاص كيتكون من مجموعه من القبائل، اول قبيله اللي كنتمي ليها انا سميتها ايد العربه، ثم ايد علي، ثم ايد بوياسين، ثم ايد غزال، ثم ايد شاعود، عاد قبيلة ميرخت كنسميوها هذيك الناس ديال ميرخت ايتي على الى اخره. هذو هما القبائل الاساسيين ديال الاخصاص. بالنسبه للحاله المعيشيه ديال السكان، اولا كاين حرف كيعتمدوا في المعيشه ديالهم على الحرف وعلى الفلاحه التقليديه البسيطه جدا، وكاين وظائف. ثم في الاونه الاخيره كاين مجموعه من المقالع ديال الحجر هما اللي كاينين، ثم الوظائف، وكاينه الهجره سواء الهجره داخليه ولا الهجره الى الخارج، مثلا فرنسا ولا هولندا ولا بلجيكا هما الاساسيات. دابا بقات ايطاليا واسبانيا في السنوات الاخيره. بالنسبه فيما يخص الفلاحه كنعتمدوا بزاف على شجر الارغان، كثمار كزيت للاكل، والان راه تم تطويره الى بفضل مجموعه من الجمعيات اللي كاينه في الواقع، داروا المسائل الخاصه للتجميل. وكنلاحظوا دابا واحد الظاهره انه قليل فاش ونادرا فاش كنلقاو الحب ديال الارغان في الخصاص، لان كيتباع يتم استيراده لبرا كامل. ولكن الاثر الاقتصادي ديال على الساكنه الى حد الان بقي ضبابيا، مازال ما باينش واش كاين الاثر الحقيقي نيت ولا طور الحياه ديال هاد الناس ام لا. الى حد الان ما كاينش شي دراسه كتبين لنا الايجابيات ديال هاد سميتو. بالنسبه كما قلت بان النشاط ديال السكون كل الوظائف والحرف الى اخره. فيما يخص التعليم كنلقاو في وسط الخصاص كاين مجموعه عده مدارس، كاينين مجموعات مدارس مدرسيه، مثلا كيف وسط الخصاص كاينين جوج مدارس على برا، مثلا في جامعه سيدي مبارك كاينين اربعه الى خمسه المجموعات المدرسيه، في جامعه سيدي حسين وعلي كاينين نفس الشيء اربعه حتى الخمسه مجموعات مدرسيه، دائما اربعه اللي كاينين. فيما يخص الميدان الصحي كاين مركز واحد ومستشفى القرب، والخدمات ديالو هي نفس الخدمات اللي كاينين في جميع المستوصفات اللي كاينه في المغرب. هادشي بالنسبه للثانوي الاعدادي، كاينه ثانويه اعداديه واحده زائد ملحقه في سيدي مبارك، وكاينه ثانويه اخرى في ميرخت. هي المنظره الشامله اللي كاينه. وكما قلت راه كاينين ثلاثه ديال الجامعات، كاينه بلديه الاخصاص، جامعه سيدي حسين، جامعه سيدي مبارك، هذه هي التقسيم الاداري اللي كاين. وكاينه قياده وباشويه ديال الاخصاص، ودائره الاخصاص ككل كتشمل الاخصاص وايترخا ومجرط. هي شبه الاخصاص باختصار اللي سميتو. وبالنسبه لكاين بجانب التعليم واش كاينه مرافق اقتصاديه فنيه للشباب او التلاميذ والشباب بشكل عام؟ كاين من بعد الدراسه كيلتحقوا مثلا، كاين بصراح، كاين دابا كاينين اشياء ولكن كتكون فقط بمبادرات فرديه. تكون مبادرات فرديه هي اللي سميتو. الا كاينه شي حاجه كتكون الانطلاقه البدايه، ولكن الاستمراريه ما كتكونش في اي مشروع. هذا هو اكبر المشكل اللي كيكون عندنا، كنبداو ولكن الاستمراريه والافق ما كيبانش، كنقطع واحد المرحله وكتلقى الاشياء متوقفه. عراقيل، ربما عراقيل، ربما امكانيات ماديه، مجموعه من الاكراهات كتوقف قدام هذه المسائل ديال
التطور ديال اي حاجه سواء تعلق الامر بالمسرح ولا السينما ولا الرياضه الى اخره. الا نعطيك مثلا كانت واحد الجمعيه ديال الالعاب القوى توصلت ل 2008 ولا 2007 توقفات، كانت عندها انشطه قويه جدا، كان عندها اشاعه حتى على الصعيد الوطني ولكن توقفت. نفس الشيء مثلا بالنسبه لفريق كره القدم، فريق كره القدم كان السنوات الماضيه توصل تاهل القسم الثالث، دابا راه بقى ربما بقات المسائل في هبوط، ما بقاتش في الاستقرار، ما كانش دعم. لا لا، اولا ما عنديش علاقه باش نعرف الاسباب، ولكن انا كمواطن داكشي اللي كنلاحظ كانت واحد الطفره وكاين الان هبوط. في نظرك مثلا بشكل او باخر ما تشجعش على الهجره؟ يعني الناس الشباب اللي ما كيلقاوش اللي بغاو، هي دابا كاينه الهجره وكاينه هجره مضاده. كاين هجره الناس كيغادروا مثلا بحث عن العمل، بحث مثلا على الدراسه ولا اخره، ولكن هي هجره مضاده مثلا لان السنتر ديال الاخصاص، مركز الاخصاص دابا ولا مركز استقطاب، كيجيو ليه الناس. الدليل على ذلك انني في مدرسه ثانويه كنستقبل بين 10 الى 11، بين 10 حتى 15 الواحد كيجيو جداد عندي. شكرا الاستاذ محمد وزي، تحياتي مجيدا رئيس. شكرا.